يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اخيرا وصلنا العياده. الزحمه دي يا عمو، لا لا لا، اخيرا الجهاز وصل اخيرا. انا عملت اعلان في كل الجرايد وفي كل القنوات، باقي ايه؟ باقي العيانين ان شاء الله. يا رب تكرمنا يا رب. يا هو ده، هو ده اللي حيقلي مستقبلي. يا رب يا رب كتر عيانين يا رب. لا لا، اهلا اهلا اهلا، الحمد لله. انت كيف حالك؟ كيف الدكتور؟ تمام الحمد لله. انا كويس، انت ازيك؟ الحمد لله انا بخير، بس عندي كم شغله بس بشتكي منها. وسمعت عن جهازك. تفضل. عندي شرخه في صوتي ما اقدر اشم. ما بتقدر تشم من بقك؟ ها؟ لا 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 لا، ايه ده يا عم؟ بقك كل اسنان، ايه ده؟ مشكله يا زلمه، انت ساكن على نفسك من اول؟ والله ما بعرف. لا بص، على ايدك، على الجهاز ده ان شاء الله. يلا بص، انا هدخلك جوه تمام؟ اه، وان شاء الله هتطلع حاجه ما حصلتش. والله تمام؟ يلا تعالى 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 يا عم. بس سليم يعني الجهاز؟ ان شاء الله معاه، ما تشيلش هم. دخلوا ياما فيا، ما اليوم ما وصلش هو من اول. متاكد يا عم؟ خش يا عم. بس يا عم ادخل، اول مره هجرب الجهاز. بس بسم الله، انا هضغط ايه تغيير الشكل ستارت. اباي الله يا دكتور. انا عملت ايه؟ لا لا الله يا دكتور. حصل في ايه؟ لا لا لا، مش متحرق انت؟ خلاص طلعه طلعه يا جهاز. الله، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بص طالع قمر والله، حتى صوته اختلف. لا ايه ده؟ والله دكتور انا شوف، انا ما عارف ليه في حاسس في حاجه غريبه كده. والله يا قمر ما شاء الله. لا بص انت كده حغير منك والله. لا لا لا، الله ايه ده يا عم؟ والله يا دكتور شفت انت وشك مطمني، لكن قلبي ما مريحني يا دكتور والله. اي والله. لا لا بص انت زي الفل يعني، اهو يعني انت كنت ايه؟ نايم، دلوقتي بقيت مستوي ان شاء الله. طيب ما عندك مرايا يا دكتور؟ لا ما تبصش المرايا يومين. تبص روح جرب نفسك كده، لو ما عجبش شكلك ارجع لي. انت متاكد يا دكتور من الكلام ده؟ يا عم انت ايه، مش مصدقني ولا ايه؟ لكن انا يعني روح يا عم، ما تنساش تحاسب. ها ان شاء الله. السكرتير بره يا رب ما اشوفش نفسه. شاب شاب شاب، انت عملت ايه؟ دمنه انا وين؟ ده انت بص يا زول. صح فجأة فجأة صح يا زول، هو ده. انا ما فاهمني، انا ما عارف انا بقول في شنو. بص بقى يا اخي حرام عليك، انت متذكر انت عاوز تعمل ايه بعد العياده؟ يا يعني المشوار الثاني اللي هتروحه عارفه؟ يا عمي انا يا اسمعني، انا حاسس انه انا اتفرمت. انت عملت فيني جهازك ده شنو؟ يا عمي بص انت ما يهمكش الشكل، ده كريواف ولا شنو؟ انت صح بقيت مستوي بس ما يهمكش الشكل. بص يا عم العقل سليم، اسمعني ما تقول لي عقل ما عارف شنو. انا فكري هو هو. ايوه ثقافتي هي هي. ايوه هو ده. لكن داير ارجع عليك. الله رجعني يا عم، الشكل مش مهم. لا لا رجعني. مصر والله اديك شلوته واديك شبوته. لا لا يا عم شلوته ايه يا عم؟ اي رجعني. بص انا هرجعك. ايوه بس بفلوس ثانيه يا زول. فلوس انت مش شلت يعني؟ ماليش دعوه يا عم، انا قلت لك لا مشكله، لكن ارجع. ماذا كده طب تعالى، ماليش دعوه. حرام عليك. يا رب اعمل ايه اعمل ايه؟ بص يا رب يا رب يرجع. اعادة ضبط المصنع ستارت. دي شنو التجربة المؤلمة دي؟ حرام عليك يا ناي. خرجوا خلاص، خرجوا يا جهاز. يا وجه الله يا وجه الله، سلام عليك. يلا روح بس، يلا حي، يلا روح بس. انت مين مسرك؟ احنا بساطة في وادينا والله هادينا، لا عريق ولا مريق. يلا انك حي يا مر. يا لا 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 يا هلا يا هلا يا حي. وكيف حالك؟ شو اخبارك يا دكتور؟ اما احنا جيناكم من ديارنا. أيوة. من الجهاز الطيب هذا، وجيناكم من مكان بعيد، والحمد لله امور طيبه، وننتظر الذبايح، وجيناك لفيناك ما لقاك في ملقاك. المهم
الذبيحه الله يطول عمرك. لا عم تذبح انا ما ايش فلوس اكل يا اخي يا عيب الشم. اقول لك الذبيحه الذبيحه الرجال جلدك. يلا يلا ذبيحه ذبيحه. يا احمد انا لي خمس سنوات ما اكلتهاش يا عم. اقول لك الذبيحه لا اقول لك الذبيحه الذبيحه. يلا انت حي وكيف حالك؟ الله يلقاك. اخبارك انت؟ بس انا صحتك يا مرحبا الساء الله. اما الشخصيه هذه كلام. كيف حالك انت؟ صح كذا الله تمام الله. بس يعني اللي قبله لا الذبيحه الذبيحه الله يسلمك. ايش ذبيحه يا عمي؟ والله اني ما اكلف عليك ان شاء الله. ما نبغى الا قعود 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 صغير كذا. يا الله لا ما هو انت اللي تقعد. اقول لك تقعد قعود هنا القمقم. والله مش فاهم كلامك والله. بص يعني اقول لك عقبك شكلك. اي والله الله خلاص. بس ضيف الرجال. ضيف ايه يا عم؟ مفيش. بص يعني اقول لك مفيش حاجه والله. جيناك في مكانك. اقول لك ضيف رجال ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله انا المره الجايه اقول ادخل الجهاز. لا 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 اقول ادخل الجهاز. قدامي عجاز قدامي عجاز. سلاح لا قدامي سلاح لا. هي 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 قدام. يلا يلا حط الفراس. والله هنا دكتور هطف. خلنا نشوف ايش نسوي ده. بسم الله. والله والله لا احنا نقرا ولا احنا والله استغل الجهاز من حاله. ايه ده الحاني؟ والله دكتور ايه لا دك ما قد ايه. كيف اصبح الطب يعامل هكذا؟ هذه الماكينة تعمل بالشر ام بالخير يا هذا؟ انت الدكتور؟ نعم انا دكتور في الطب والله والاحياء. ما شاء الله عليك شكله جابك من التاريخ. اقول لك والله هي ليست اقول لك اقول لك اقول لك. اسمعني اما ذي الحين فانا اللي بضيفك. يلا انت حيه. يا مرحبا الساعه. مرحبا مرحبا يا اخي العرب. ما بالك اصبحت هكذا؟ انت اللي ما كنت ما شاء الله كبير كذا ومليان بس ذي الحين قدك شويه. على ما اقول لك ان تضع البابونج مع قليلا من الفلفل ثم تاكله وتصبح انسانا نشيطا وعاجلا في الحركه. يخربط علينا ذا الخبر. بابونج ايش؟ البابونج مع قليلا من الفلفل الحار. اقول والله شكلك كذا ما عجبني. ادخل ادخل مره ثانيه. والله اروح. لماذا ادخل؟ اقول لك تعال تعال ادخل. لماذا انت الذي تحتاج الى التعديل والتصليح يا هذا؟ يا دكتور يا دكتور قل لا اله الا الله. الله يهداك من كل شر. اسمعني مدخلك الجهاز لا وامورك زينه. لن ادخل وحيدا. نحن العرب شجعان. نعم نعم. هل انت رجل لا تخشى الموت؟ نعم. فلندخل سوية. ها بس يا رجال هنا لا لا اقول. اذا انت رجل تخشى الموت. ما انا اخشى الا من الله سبحانه وتعالى. انا من اخشى ما اخشى من الله. فلنذهب سوية. قدامي الحين. يلا 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 قدامي. راح بس لا يا ولد. فكني فكني يا زول. بقول لك فك يا عمي. لا عملت فيني شنو يا عمي؟ بص لا 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 ما تخرجش ثاني. لا 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 جهز لي جهاز. لا 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 رجل. بلطو ايه يا عم انت مين؟ انا الطبيب الذي انا الدكتور اللي هنا يا عم. بل انا الطبيب يا هذا. عم جيب البلطو يا عم. ما ايه هات ايه دي. ساقول لك ساقول لك ايه دي. اذا كنت طبيبا ما هو علاج ما هو علاج السخونة التي تأتي للأطفال؟ بس 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 ايش قاعد تسوي انت هو هنا؟ ايش وقفك هنا انت هو؟ ايش قاعد تسوي؟ وبعدين البلطو مين اللي اخذه مني؟ مين اللي اخذ البلطو من الشماعة؟ مين؟ بعدين فين بقية أصحابكم؟ فين بقية أصحابكم؟ في الدولاب؟ ايش يسوي في الدولاب؟ أخرج أنت هو؟ ما شاء الله. أيوه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ايش قاعد تسوي أنت هو في الدولاب؟ والله الشماعة. ايش هو؟ شماعة قالت شماعة. برضه شماعة، يعني كل حاجة وتحطوها على الشماعة. حلو حلو الكلام. هيا خليك ساكت أنت هو. خليك ساكت عشان أحضرك أنت هو. دكتور 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 هذا عطى ابره مزعجنا في الليل. مزعجنا في الليل والله. اللي يتكلم راح اعطيه الابره واجيب له الدواء. اي خليك ساكت هو. بس مودب مودب. خليه يسمع اسمه يرفع يده. طح هوح طحه
طحا يعني لازم اقول اسمه كامل طحا طيح يطيح يقول طيح يقول طيح يقول طيح لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله والشكر الحمد لله ربي خلاني دكتور مستشفى المجانين الحمد لله اضم تحية يا سلام يا سلام وين التحية وين التحية الفريق